أنا عندي ومضة وحديث والله أنه في خاطري قلت لكم كثير تحت البث، لكن فذكر أن الذكرى تنفع المؤمنين. في يوم من الأيام كنت في اجتماع مع مجلس الإدارة، وكان هذا الاجتماع تقريبا قبل 6 شهور. كان هذا الاجتماع قبل اختيار متسابقين النسخة السابقة، وهذا الكلام تردد عليه كذا مرة في اجتماعات مجلس الإدارة. أمانة التعامل كان عالي جدا وفي قمة الاحترافية منهم، لكن ما أنسى عبارة وصلتني من أحدهم، قال سعود والله العظيم أنك مؤتمن على اختياراتك، مؤتمن على الشاشة، فاختر من تراه مناسب أنه يمثل القناة بداية ويمثل الوطن، لأنك هذول اللي بتختارهم هم من يتصدرون المشهد بكرة، فاحرص على هذه الاختيارات وخاف ربك والله أنها انتقلت من ذمتنا إلى ذمتك. والله العظيم إني من لحظة قال لي هذا الكلام إني نسيت الاجتماع وطلعت في مود ثاني مختلف. هالعبارة تتكرر علي كل يوم، كان في يوم من أيام التصفيات، وأثقل أيام اللي تمر علي في البرنامج هي أيام التصفيات، لأن اليوم إحنا بنختار شباب بيمثلون وطنهم، بيمثلون دولهم، بيمثلون أهلهم، بيمثلون قبائلهم، في رسالة بيقدمونها. يا ترى هل اختيارنا صح؟ هل بكرة إذا حقق الشهرة بيمشي على نفس الخط ولا بيتغير؟ يا جماعة أنا عيالي يتابعونكم، يا أسرنا، خواتي، إخواني، أهلك، إخوانك، أخواتك يتابعونك اليوم، بيتابعونك بكرة، الناس حبوكم. عشان كذا الثبات على المبادئ أمر صعب جدا في 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 بعد أو بعد ما يمر الإنسان بفترة شهرة. اجعل لنفسك مبادئ لا تتغير، أرجوك أرجوك، وأنا أقولها أرجوك لي ولكم للشباب الليدر ولمن يشاهدنا، لا تغيرك الأرقام، لا يكون هدفك رقم، متابعة الأرقام والتدقيق فيها، كم عندي رقم اليوم، كم رقم بكرة، وإذا أنا سويت الحدث الفلاني ممكن تزيد المشاهدات عندي أسويه حتى لو كان خطأ، أنت كده تنازلت عن مبادئك، لا ارجع تكفى. يا جماعة ليش، وأنا أقولها صراحة، ليش أغلب المشاهير هم مشاهير برامج الواقع خصوصا في السعودية وفي دول العالم كلهم، ليش يشتهرون؟ أنتم في برنامج عبارة عن دورة، حتى وإنك طلعت ما لقيت أرقام، أنت باستطاعتك لأنك اكتسبت خبرة من خلال البرامج هذه وتعرضت لساعات كثيرة من البث، أنت تعرف الأحداث اللي تضرب وتحقق مشاهدات، سواء تحت مسميات شو أو إنه حدث أو أيا كانت المسميات، فأنت اكتسبت خبرة وأنت ما تدري، عقلك الباطن تغذى، فأنت صناعة الحدث عندك وكسب المشاهدات بالفطرة صار سهل، فأنت قادر إنك تصنع مشاهدات. لكن هناك صناعة مشاهدات تجي بأرقام عالية، يعني أنا الآن أستطيع وأنا جالس الآن أني أضرب، أني أسوي أمر مخالف، أقدر أطلع ثوبي وأشتهر، صح ولا لا؟ مذيع يطلع ثوب على الهواء، كم بيحقق الرقم؟ ملايين، صح؟ شهرة، هل هي شهرة إيجابية أم سلبية؟ هل هذه الشهرة اللي حققتها صح ولا غلط؟ هذا الكلام، هل هذه الشهرة بتنفعني بكرة؟ هل هي تمثلني حقيقة ولا شيء صار دخيل علي لأن صار عندي هوس مشاهدات وأرقام؟ عشان كذا أرجوكم لا يكون هوس الأرقام هو هدفكم الأول. في فرق كبير جدا بين شهرة ومستقبل، أنت تخطط لمستقبلك لا لشهرتك. كثير منكم يمكن، أو ما بقول كثير، البعض يمكن ما يتوفق في هذا المجال، الله أراد كذا يا أخي. لعيبة الكورة يختلفون في المهارات، صح ولا لا؟ في لاعب بدون تدريبات يستطيع أن يسجل أهداف وكل الأندية تفاوضه، وفي لاعب يكرب صبح وليل ونهار في الأخير يمكن يلعب احتياط بنش، لكن أيضا في ناس ما هو يلو كرة القدم. أنت خط التجربة، إذا كان هذا المجال مش مجالك فلا تتعب فيه، لا تحرق نفسك فيه، لا تهلك فيه، لا تضيع مستقبلك من أجل الركض خلف هذا السراب اللي سراب أرقام ومشاهدات وشهرة. أنا أعرف ناس من برامج الواقع كانوا في نسخة خالد حامد متسابق، كان في نسخة خالد انسحب الأسبوع الثاني، والله لو كمل يكسر الدنيا، اليوم صاحب براندات شهيرة في مطاعم، صاحب تجارة ثري جدا، يمكن بعيد عن الإعلام، مع ذلك ناس كثير يتمنون، أنا من الناس اللي أتمنى أنه يوافق ويطلع على الشاشة، الشاشة حابته لكنه خذ مسار ثاني. ناس كثير تركوا الشهرة والشاشة وخططوا لمستقبلهم، ناس كملوا وظائفهم دكاترة ناس، فلا تجعل هذا المجال فقط هو هوسك، أن الأرقام هي من تحدد مصيرك ومستقبلك تقوم وتصحى عليها، لا يا حبيبي، لابد يا حبيبي يا أخوي الغالي يا قدوتي يا أستاذي، أنتم اليوم أساتذة
اليوم باقي على نهاية البرنامج 22 يوم بس، أنتم الآن قدوات، فكر جيدا، باقي 22 يوم، حدد هدفك. لا بد أن يكون لك هدفين، هدف إعلامي وهدف حياتي. لا تتنازل عن وظيفتك، لا تتنازل عن حلمك، لا تتنازل عن مستقبلك. اصنع لك مشروع، اصنع لك خطة واضحة وصريحة. قبل شوي أحمد كنت أسولف أنا وياه في جلسة خاصة، لولا فضل واحد وجلسة مع أحمد ما فتح مشروع. أحمد يقول أنا ماشي اليوم بفضل الله سبحانه وتعالى ثم المشروع، وهو أحمد رحيل. هلو سعد الشمري، الله يطول عمره. هو أستاذ سعد الشمري. استاهل. أنا حبيت أستفتح بهذا الموضوع، وإن شاء الله كل أسبوع من الأسابيع الجاية بيكون الموضوع يخصكم، يهمكم في مستقبلكم، نستفيد من تجارب اللي سبقوكم، خلاصة التجارب، إيش قدامكم، إيش بتواجهون. لا تعتقد بكرة أن كل من مد يده لك أنه محب، يمكن في واحد يبغى يمسك يدك، إما يسحبك تحت معه أو عشانك ترقيه فوق. فلتكن علاقاتك واضحة وأهدافك واضحة، واعرف من تصاحب واعرف من تمشي معه، وأهدافك أيا كانت إذا كانت نابعة من ذاتك وهي خلينا نقول تمثل مبادئك وقيمك ودينك وتخدم وطنك، سوها. إذا كانت مخالفة فكر كثير قبل ارتكاب أي خطأ ممكن تغرك فيه مشاهدات أو زيادة مشاهدات وتسقطك مع الأيام، تكتشف أنك لحالك ويجيك مرض البرامج الواقع الأشهر هو الاكتئاب، فقدان المشاهدات، الغوص في هذا العالم أني أنا وحيد والناس حققت أرقام. لا لا، هذا قد أقدار الله سبحانه. الله، وخذوها قاعدة، الله مثل ما وزع الأرزاق والعقول والأفكار، يوزع لك الشهرة، يوزع لك المنصب، أنت مكانك محدد من خلقة الدنيا. إذا كان في الإعلام ستجد نفسك في الإعلام، وأن الله سبحانه وتعالى بيسر لك. إذا الله سبحانه وتعالى كتب لك في وظيفة بتلقاها، في مشروع بتلقاه، تأكد أن أمرك كله خير. أسأل الله أن يوفق ذا الوجيه، والله أني أحبكم جدا وداعم لكم جدا، فأرجوكم لا تخذلونا بعد الخروج، اعتبروا هنا أخ لكم، مستشار لكم في يوم، داعم لكم، مثلوا أهلكم ووطنكم خير تمثيل. لا تجعل الله أهون الناظرين إليك، لا تجعل أو لا تكن المعصية والمجاهرة بها هي أهون شيء تفعله قدام الناس. كلنا أصحاب أخطاء، كلنا والله أنا مؤمن، الجميع إلا محمد هو المعصوم، الجميع يخطئ، كل من في الأرض يخطئ، لكن في خطأ تستتر به عن الناس لما تظهره لا تعليق. شيء في الخاطر، لا 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 تصفق أرجوك، والله أنا أرجوك، الله يسعدك، الله يسعدك، الله يسعدكم يا رب. خلونا ناخذ آراء الشباب حول الموضوع وحول ماذا ينتظركم بعد البرنامج، أو ما هي الطريقة الأفضل اللي تكملون فيها بعد البرنامج. أحمد.